وسي سعيد ابقوا تابعينك. حنا دابا شنو وقع؟ دابا قول لنا شنو وقع، عطينا عطينا شنو وقع. حيد حيد من هنا باش ما تضروا مع شي واحد. قول سعيد دابا نظرا للظروف اللي كانت غير مواتيه للاستكمال، انا كانت خروقات خروقات بالجمله، انه اصغرهم سنا حطوا السيد اللي هو ديالهم ورقى السيد الباشا عندهم خازن وريقات على اساس يديروا بهم، واليوم راه السلطان صفاتنا، اليوم السلطان صفاتنا. دابا واش تما تأجيل الجلسة سيموني سعيد؟ هاني أنا